اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ارزقني يا الله يا كريم. والنهاردة فيديو جديد جايين نذبحه، هنذبح رومي ونملو التلاجة خير. ده بحاجة قبل كده مرة اتنين، وقبل كده اتنين، ونحطه في التلاجة وناكله من التلاجة عشان في طيور برة عاوزة ندخلها هنا هوت. على رومي بيتعارك بيضرب الطيور الجديد، نحطها هنا عشان السجعة يقعدوا مع بعض يدفوا بعض، فبنخف الطيور وعشان يشبعوا كمان الطيور تشبع. رومي بياكل كتير، الحصلة بتاعته كبيرة قد كده. هنذبح اتنين ونقطعهم ونحطهم في التلاجة. ربنا يزيد ويبارك في الخير يا رب يا رب يا رب. وذبحتهم اهمت الاتنين اهو، وهننضفهم ونقطعهم ونحطهم في التلاجة. حتى حلة مية على النار مغلية هنحطها على، نروح كبها عليهم كده هوت ومغطيهم بالصينية شوية. نضفتهم، شايفين السحر سحر، ونضفتهم. في واحدة طلعت 4 كيلو كبيرة، واحدة 3 كيلو. ذبحتهم، والرومية بناكلها على اكلتين، الفخاد اكلة والصدور اكلة. الفخاد ده هيت ما تتعملش الا شوربة، نعملها شوربة بتبقى جميلة، وحلة محشي كده ونسجي المحشي كده يا سلام. والصدور نعملها مشوية، نعملها مشوية وتتاكل بعيش ببابا غنوش بطحينة. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك وزيد في الخير. اللي يتعب يلاقي، بس بنلاقي الخير بقى. ننسى بقى اول ما نذبح ونحط الخير كده في التلاجة ننسى التعب. انا كده طول عمري ما نعودش الا نملى الدنيا خير يا رب. وبالليمون، وشطفتهم بالليمون، عصرت عليهم ليمون وخل. بسم الله ما شاء الله، ناكلهم في الهنا كده يا رب. الصدر بقى قطعه مكعبات صغيره صغيره صغيره، ونتبله ونشوي. واحلى لحمه في الرومي الفخاد، الفخد والدبوس ده، هم ما يتعملوش حاجه غير شوربه لانهم بيبقوا روعه روعه الروعه. والصدور ما تتعملش حاجه الا مشوي، تتقطع، نقطعها فتافيت الصدور ونتبلها ونعملها مشوي بتبقى روعه. والفخاد ده هيت، والفخاد